مرحبا أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في برنامج من بلدي. أكيد بتعرفوا قديش بلدنا حلوة بقراها بمدنها بمعالمها التاريخية والدينية والأثرية والسياحية، والأحلى أن كل الجمال ببلدنا انعكس من خلال شخصيات كثيرة قدمت وتقدم للوطن الكثير، سواء على صعيد النضال السياسي أو الأدبي أو الفني أو العلمي بكل الطرق. هاي الشخصيات رفعت أسماء قراها بلداتها ومدنها، وبكل حلقة رح نتعرف على اسم فلسطيني مميز ونروح نزور بلده لنشوف جمالها وذكريات شخصيتنا فيه. في حلقة اليوم رح نتعرف على الفنان الشاعر أبو عرب، بس يا ترى أصدقائنا شو قديش بيعرفوا عن الفنان الشاعر أبو عرب؟ خلينا نشوف. مين أبو عرب؟ هو شاعر فلسطيني، يعني هو كان يعمل في التراث. هو شاعر فلسطيني، طيب بغني التراث، وهو انولد في قرية الشجرة حد طبرية. تعرف أبو عرب؟ مين أبو عرب؟ فلسطين. أبو عرب هو فلسطين؟ شاعر فلسطيني من قصائده في مسجد عكا. هو مغني فلسطيني. تعرف وين انولد؟ في قرية الشجرة. وين انولد أبو عرب؟ في قرية الشجرة. تعرف وين قرية الشجرة؟ ايه، بين الناصرة والطبرية. مغني فلسطيني. طيب بتعرفي وين انولد؟ مقالية الشجرة. في قرية الشجرة؟ نعم. طيب كيف عرفت هالمعلومة؟ في المدرسة. هو مغني شعبي فلسطيني. أبو عرب بتعرفي مين؟ لا. مغني شعبي. مزبوط؟ هو مغني فلسطيني شعبي، مزبوط. طب تعرف وين انولد؟ بالشمال. مزبوط. بتعرفي بأي قرية؟ قرية الشجرة. شو كان يغني؟ هدي يا بحر، هدي يا بحر، هدي، طولنا في غابتنا، ودي سلامي، ودي، والأرض اللي ربنا. هاي معلومات بسيطة، وإذا حابين تعرفوا أكتر خليكم معنا. في حلقة اليوم رح نتعرف على الفنان والشاعر المناضل أبو عرب. الفنان والشاعر إبراهيم محمد صالح المعروف بأبو عرب يعد من أبرز وأهم الشعراء، فهو شاعر المخيمات. ولد أبو عرب عام 1931 في قرية حلوة كتير، وهي قرية الشجرة، وكان بعيش حياة طبيعية ومبسوط مع أهله في بلده يلي بحبها وانولد فيها، وعاش ذكريات طفولية جميلة. بس في عام 1948 أجوا العصابات الصهيونية على قريته وأخذوا منه بيته الصغير وأرضه الحلوة وأحلامه الكبيرة، واضطر أبو عرب هو وعيلته إنهم يتركوا أرضهم الحلوة وينتقلوا لكفر كنا، وبعدين لعرابة البطوف، لحتى يضل قريب من والده يلي تصوب في إحدى معارك الشجرة. وأبو عرب عاش في طفولته كتير من المآسي من بعد فقدان والده، ونجا أبو عرب من العصابات الصهيونية يلي كانوا يقتلوا ويهاجموا الشباب والأطفال. وبعدها قرر هو وعائلته إنهم يرحلوا ويتوجهوا للبنان لمخيم عين الحلوة، وضلوا فيها لمدة شهرين، وبعدين اتوجهوا لسوريا وتونس ومخيمات الشتات في العالم. وكان أبو عرب يقود المظاهرات في حمص وحماة مطالبا بالوحدة العربية، وأول أغنية غناها أبو عرب في عام 1956. وفي عام 1959 عمل في إذاعة صوت العرب، وكان يقدم الأغاني الوطنية في صوت فلسطين، ومن هداك الوقت أطلق الناس عليه اسم أبو عرب. وأول أغنية غناها أبو عرب بعد انطلاق الثورة الفلسطينية وانضمام الشباب الفلسطينيين لصفوف الفدائيين كانت في عام 1966، وأبو عرب أعاد توزيع عدد من أغاني التراث الفلسطيني مثل أغنية يا ظريف الطول. في عام 1978 اشتغل أبو عرب بشكل كبير ومكثف على حياته الفنية، واشتغل في إذاعة صوت فلسطين وسجل الأغاني والأهازيج الوطنية،
وكان أبو عرب مسؤول عن الغناء الشعبي في إذاعة صوت فلسطين، وأسس عام 1980 فرقته الأولى يلي عرفت باسم فرقة فلسطين للتراث الشعبي في الأردن. وبعد وفاة الفنان المناضل ناجي العلي تم تغيير اسم الفرقة لاسم فرقة ناجي العلي. وفي عام 1982 استشهد ابن أبو عرب وهو يدافع عن وطنه، وسجل أبو عرب في الإذاعة أكثر من 16 شريطاً يحتوي على أكثر من 140 أغنية، واستمر في تسجيلهم حتى عام 1982. وقدر الشاعر أبو عرب أنه يحقق حلمه ويرجع يزور قريته الحلوة ويلي بحبها كتير، ويستعيد ذكريات طفولته الحلوة في قريته، وأنشد لقريته وهو يتجول فيها. أوه ما بنسى العين والتيني مع الدار، زماني برم من يمي ومع الدار، لو انهم قارنوا ترابي، لو انهم قارنوا ترابي مع الدر، نعوف الدر وابوس التراب. اوفو اوفو فتحنا لك، فتحنا لك برغم الغرب نادي، وعش بك من دموع العين نادي، كأنها توت علي تنادي، يا حبابي ليش طولت الغياب. من أشهر أغاني أبو عرب من سجن عكا، والعيد، والشهيد، دلعونة، يا بلادي، هدي يا بحر هدي، ويا ظريف الطول زور بلادنا. أطلق على أبو عرب العديد من الألقاب، شاعر الثورة الفلسطينية، وشاعر المخيمات، والذاكرة الحية للتراث الغنائي الفلسطيني، وصوت الثورة، ومطرب الثورة الأول، والمقاوم بالأغنية، وأبو العربان، والعروبي. أبو عرب القائد يلي أحبه الشعب، وصوته أيقظ في وجدان كل فلسطيني، وأجيال وراء أجيال حفظت أغانيه يلي ساهمت في غرس بذور الأمل للحرية وزوال الاحتلال وعودة اللاجئين لأراضيهم وطنهم فلسطين. وفي عام 2014 توفي شاعر الثورة الفلسطينية أبو عرب. منسيتك يا دار أهلي، ساهر بالليالي ورشاشي بيدي، أنا أولادي وعيالي حتى تعود إلي، يا عاريش ويا داوالي ويا غدران المي، والله ما تروحي من بالي لا ليل ولا نهار. منسيتك يا دار أهلي، منسيتك يا شخصيات الرموز ناضلت بالقلم بالريشة بالكلمة وبالسلاح وبالعلم، وكان كل همها أن ترفع اسم فلسطين تمهيدا للحرية والعودة. شخصيات رفعت علمنا ونقلت همنا لكل العالم. تقديرا واقتضاءا بهاي الرموز تعالوا نخليها على طول في ذاكرتنا. هلأ رح أودعكم على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامج من بلدي. إلى اللقاء.